Merci beaucoup. شكرا جزيلا أخي العزيز سيد الرئيس رئيس جمهورية مصر العربية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيدات والسادة إنني سعيد لإجراء هذه الزيارة الرسمية إلى جمهورية مصر العربية بدعوة كريمة من أخي وصديقي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي سيد الرئيس وأخي العزيز شكرا مرة أخرى لهذه الدعوة الكريمة ولحفاوة الاستقبال الذي تسمى بها على نحو من مشاعر الأخوة الذي حظيت به وكذلك الوفد المرافق لي إن زيارتي تأتي في أعقاب زيارتكم أنتم سيد رئيس في أبريل 2019 في السنغال ومشاركتي في مؤتمر شباب العالم في شرم الشيخ في العام نفسه والعلاقات بين دولتينا ما زال علاقات عريقة لأننا نتقاسم نفس الحضارة المتأسسة على الأمور الروابط المشتركة وتقارب وجهات النظر فيما بيننا فيما يتعلق بالمسائل الأساسية والتي تهم إفريقيا والعالم بأسره إنني جئت وأنا أثمن العلاقات التاريخية مع أخي وصديقي السيد الرئيس السيسي وهذا هو مغزى هذه الزيارة نحن اتفقنا حول موضوعات ذات اهتمام مشترك ثنائية ومتعددة الأطراف سويا نود أن نعزز وننوع التعاون السنغالي المصري سواء على الصعيد الرسمي أو على صعيد قطاعاتنا الخاصة القطاعات الخاصة فيما يتعلق بالاتفاقات التي وقعتها الأطراف الوفدين التابعين لنا في إطار هذه الزيارة والتي تنص على الإعفاء من تأشيرة لحاملي أجوزات السفر الدبلوماسية وأجوزات السفر المهمة وفي مجال الطاقة والكهرباء والرياضة والآثار والمتاحف فنحن في مصر الثقافة والتعليم العالي أيضا نحن نعمل أيضا لتوقيع اتفاقات في مجال قادمة في مجال الطيران المدني لتيسير النقل الجوي بين دولتينا وزيارتي تأتي أيضا عشية قمة الاتحاد الإفريقي و قمة إفريقيا وأوروبا وسيد الرئيس السيسي وأنا بشخصي نحن قد تشاورنا كأعضاء في المكتب وأيضا تحاورنا حول إفريقيا حتى تتحدث إفريقيا كلها بصوت واحد وتدافع عن مصالحها نحن تحاورنا حول النيباد وحول الموضوع الذي يمس استقرار الدول في إفريقيا بينها الدول الأمنية وأيضا الموضوعات الخاصة بجائحة كورونا وتصنيع اللقاحات وأود أن أهنئ السيد الرئيس المصري حيث أن مصر هي أول دولة إفريقية في الوقت الحالي من بين الأوائل لإنتاج في القارة اللقاح الخاص بمكافحة كورونا وفيما يتعلق بالأمن والاستقرار وأيضا في الدفاع عن مصالح الدولة القارة الإفريقية على مستوى الدولة أيضا تحدثنا عن سد النهضة وعن ضرورة التوصل إلى اتفاق بين الدول المتشاطئة لاستخدام أقصى وأفضل يرتكز على التشارك بين الدول وقد هنأت السيد الرئيس السيسي لزعامته التي تأتي في إطار الدول الأساسية الذي تلعبه مصر في إفريقيا وفي العالم بأسره إن مصر دولة حضارة قديمة لامعة إنها دولة محورية بالنسبة للقارة وصوتها إن مصر يستمع إليها بإنصات وباهتمام بالغ إن مصر دولة المستقبل
ولهذا فإنني أعتمد على الدعم الأخوي والذي يرتكز على الصداقة مع السيد الرئيس السيسي وأيضا خلال رئاستنا للاتحاد الإفريقي. إننا علينا أن ندافع سويا عن أجندة القارة الخاصة بنا في ظل مقاربة ترتكز على التشاور والتضامن. وإنني سعيد في هذا الصدد لأن كوب 27 ستعقد في مصر لتناول المسألة الحيوية ذات الصلة بالتغيرات المناخية وخلال الفترة الانتقالية الخاصة بالطاقة والمهمة وخاصة بالنسبة لإفريقيا، وهذا سيكون أحد التحديات الكبيرة أمام قارتنا. إننا سنكون بجانب مصر لإنجاح هذه القمة كوب 27، وأيضا إفريقيا كلها ستكون بجانبك سيد الرئيس مرة أخرى. شكرا لكم وتهانية بصفة خاصة للإنجازات الرائعة التي تقومون بها في مصر والمثال الذي تعطونه أمام إفريقيا وأمام العالم للصمود والقدرة الداخلية يجب أن تستغل من أجل تنمية القارة. شكرا سيد الرئيس.